مساء الأمل والتفاؤل على كل مشاهدينا برنامج نص كلمة. قبل ما أبدأ النهاردة في البرنامج أحب أرحب بسيادة العميد. أهلا بك يا سيادة. أهلا بك. أهلا بك. دايما بقول إن البطل مش بس بطل حرب، البطل كل من عدى أزمة نفسية صحية مرضية. في انتشار كورونا بقول يعني بطل بجد اللي انتصر عليه. بعتذر عن وجود زمايلي محمد عيد وياسمين وأتمنى ليهم الشفاء. طبعا عايزين نسمع من حضرتك نص كلمه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو قبل ما اتكلم في احداث زي النهارده بتمنى بالشفاء العاجل للاستاذ محمد عيد مدير الانتاج والاستاذه ياسمين ابو بكر مذيعة البرنامج، وبرضه بنتهز الفرصه بان انا بهني اهالينا في بورسعيد بعيد النصر والعيد القومي لمحافظة بورسعيد هي وجميع القيادات السياسية في المحافظة. وكل سنة وانتم طيبين. مدينة بورسعيد احنا اتعلمنا منها التضحيات والبطولة وبلد البواسل والأمجاد. برضو بوجه تهنئة خاصة من البرنامج للدكتورة غماني فتحي والأستاذة سوزان فتحي من بورسعيد. هقول لكم زي النهارده كان حصل ايه او كان فيه ايه. زي النهارده بتحتفل جامعه القاهره بمرور 111 عام على انشائها. زي النهارده كان فيه محاوله اغتيال لنابليون بونابرت قائد الحمله الفرنسيه. زي النهارده سنه 1939 اتقدم العرض الاول لاوبرا عايده في القاهره. زي النهاردة سنة 1967 أول التجارب النووية الناجحة للصين. زي النهاردة سنة 1924 ده ميلاد الفنان عبد المنعم إبراهيم. بمناسبة عيد النصر وبمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد بنحتفل بيها وبشعب بورسعيد، وده تخليد لبطولات اهالينا بورسعيد وصمودها الاسطوري ضد الاعتداء الثلاثي اللي كان انجلترا وفرنسا واسرائيل. بدا تاريخ الاحتفال بالعيد ده سنه 1957 وكان بيحضره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. استمرت الاحتفالات حتى نكسه 67، وبعد انتصار حرب اكتوبر المجيد تم افتتاح قناه السويس وتم عمل بورسعيد او تحويل بورسعيد لمدينه حره، وده كان العصر الذهبي لمدينه بورسعيد، وهي عصرها كلها ذهبيه بورسعيد على العموم. يعني هقول لكم قصتين. طبعا شعب بورسعيد سنه 56 فعلا كله شعب بواسل، واللي قام بالتضحيات القوية جدا الجسورة الرهيبة اللي احنا ممكن بالسن ده نتعلم منها اطفال. هجيب لكم قصتين. قصة عن الحاجة زينب الكفراوي الله يرحمها، دي توفت سنة 2020 السنة دي في شهر 3. الحاجة زينب الكفراوي دي ايام حرب 56 كان عمرها لا يتعدى ال 15 سنة، وسموها بورسعيد أيقونة وأسطورة المقاومة الشعبية، واشتهرت الحاجة زينب بأم الأبطال. والطفلة العظيمة دي هي أول طفلة انضمت للمقاومة الشعبية لصد العدوان الثلاثي عن بورسعيد، وقامت بإخفاء الضابط الإنجليزي اسمه مير هاويس، ده كان ابن عمة ملكة بريطانيا في ذلك الوقت. الحاجة زينب دي أو الطفلة زينب قامت بأخطر عملية نقل أسلحة وقنابل للقوات المصرية. دي قصة تانية وموضوع تاني عشان أحكي لكم كانت بتنقل إزاي وبتعمل إيه. عايزة 100,000 حلقة. عايزة حلقة لوحدة. الحاجة زينب كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفعلاً قبل جبينها يعني باز جبينها اعتزاز بأعمال هذه الست العظيمة.
وتوفت يوم 7/3/2020 رحمة الله عليها. ربنا يرحمها يا رب. دي كانت طفلة لم تتعدى ال 15 سنة. القصة الثانية من ملحمة بطولات البورسعيدية، طفل اسمه حسن سليمان حمودة. أولا شعب بورسعيد في التوقيت ده فعلا كان كل أطفاله بشبابه بنسائه برجالته كلهم عملوا بانورامة بطولة، يعني العالم كلها بيتحكى عليها. الطفل ده كان بيموت، كان بيقود مظاهرة وكان زميلي شايله على كتفه، ولما اشتدت المظاهرة وبقت قوية اقتحمت عربية فيها جنود فرنسيين هذه المظاهرة وطلبوه بالنزول من على كتف زميله. هو رفض النزول وقعد يقول تحيا مصر حرة كلنا فداك يا مصر، حتى انطلقت رصاصة من مسدس الضابط الفرنسي أصابته في قلبه واستشهد وهو بيقول تحيا مصر. أنا بدعو جميع الخونة والعملاء، قبل ما أدعو جميع الخونة والعلماء، دي قصة بطولة صدقوني صدقوني من التاريخ، مش من التاريخ. وشعب بورسعيد في الوقت ده ما اقتصرش على الحاجة زينب ولا على حسن. صور لبورسعيد، معنا صور لبورسعيد على حسن سليمان. فعلا شعب سطر بطولة رائعة 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 بتجسد قمة الولاء والانتماء لمصر العزيزة. أنا بدعو جميع الخونة والعملاء يتعلموا الرجولة والأخلاق والولاء والانتماء من أطفال مصر، ويتعلموا حب الوطن والانتماء والولاء من سيدات مصر. وأنا بدعو الرئيس السيسي إن الناس دي يا ريت تيجي، وحضرتك توعدهم إن هم ما يتحكموش، ونعلمهم يعني إيه حب الوطن، ونعمل لهم اختبار. اللي ينجح في الاختبار يعدي، اللي ما ينجحش حضرتك الهيئة القضائية تحكم عليه بقى بالحكم اللي يناسبه. لكن فعلا الناس دي ما لقيتش اللي يعلمها لا الولاء ولا انتماء ولا الانتماء ولا حب الوطن. وعايز اقول لهم لحاجه، هم ماسكين الرئيس او فخامه الرئيس السيسي ده الهمزه اللي عايزين يفتتوا بيها مصر، والطريق اللي هم يحققوا اغراضهم الخيانيه في مصر. الرئيس السيسي مش لوحده، السيسي معاه شعب مصر، وده شعب واعي جدا جدا جدا. وبرضه مصر معاها الرئيس السيسي بعد ربنا، ومش هتنالوا من مصر في شخص رئيسها. اللي الشعب كله بيراهن عليه وكلامكم كله معروف، والرد على كلامكم مرفوض. احنا مش هننزل لمستواكم ولا مستوى كلام اي عميل او اي خان. ورد على كلامكم في كلمتين هقول لكم، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شكرا يا استاذه ساره. شكرا يا سياده العميد، بجد كل القصص بنستفاد منها، ويا رب ان شاء الله مشاهدينا يستفادوا منها. الله يخليك. برضه انا بكرر، انا لما بحكي قصص بطولات مش الغرض منها ان انا بعيد تاريخ او بنجيب قصص مؤلفه. انا كل اللي يهمني فعلا ولادنا وشبابنا لازم يتعلموا الحب والولاء والانتماء لمصر، وان التفاني بينجح سواء في العمل سواء في اي عمل مجتمعي او اي عمل خاص. وانت عندك النهارده نموذج مشرف للشباب، دي حقيقة. اللي منه برضه يتعلم شبابنا ويستفيدوا من خبراته ازاي يحقق نفسه بعصاميه. دي حقيقة. شكرا يا استاذ ساره. شكرا لحضرتك والله. معانا شاب مكافح غيور على بلده، حابب بلده، حابب يطور منها. الشاب ده طالب، وبرغم كده بيسعى ان هو يجاهد لبلده. معانا الطالب والمهندس مسعد جلال اللي هنتكلم فيه، هنتكلم معاه عن تطوير مركز وقريه محل الدمنه بمحافظه الدقهليه. استنونا بعد الفاصل.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معانا شاب مكافح غيره على بلده، حابب ان هو يطورها وحابب ان هو يسعى ان هو يكون احسن بلد. اهلا بيك مهندس مسعد جلال. اهلا بيك يا معالي الدكتوره، اتشرفت بوجودي معاكم النهارده والله، ومبسوط جدا بالدعوه الجميله اللي انا اكون موجود معاكم في بهذا البرنامج. الله يخليك. اول حاجه عايزين نعرف، عرفنا بنفسك. انا عن نفسي انا مسعد احمد ابراهيم جلال من محل الدمنه مركز ومدينه، بس للاسف احنا ما فيش يعني على الورق بامانه، انا بتكلم بصراحه، انا اتمنى غالبيه الشباب اللي زيي ان هم يغيروا على بلدهم، ان هم مسيبك من الناس اللي هي بتجري للمصلحه الشخصيه، انا ابص للمصلحه العامه اللي هي دي اللي هتفيدني وهتفيد اخويا وهتفيد جيراني وهتفيد اهل بلدي. يعني انا بس انت دخلت دلوقتي على الموضوع على طول. ما انا والله في طاقه، معلش انا واخد باور من اهل البلد صدقيني، اقسم بالله احنا بنعاني ان احنا ازاي مركز ومدينه وما في عندنا خدمات. اكيد على راسنا، بس في الاول في البدايه عايزين نعرفهم محل الدمنه. تمام. تابعه محافظه المنصوره او الدقهليه. بالظبط. تمام كده. عرفنا باختصار محل الدمنه. محل الدمنه يا باشا هي تقع بالظبط ما بيننا وبين المدينه اللي هي المنصوره اللي هي المحافظه، تقع على بعد بالظبط حوالي 15 كيلو. تمام. وما بين اللي هي المدينه الثانيه اللي هي بجوارنا في الجنوب بتاعنا دي كيرنس. تمام. دي كيرنس ما بيننا وما بينها بالظبط ما بين 13 14 كيلو برضو. احنا كمحل الدمنه مركز ومدينه، انا عايز اشوف الخدمات بتاع المدينه، ما تقوليش انا مركز مدينه على الورق وما فيش عندي اي حاجه في الواقع. ايه الحاجات اللي انت شايفها ناقصه؟ الحاجات اللي ناقصه طبعا انا عندي المستشفى ديت كانت معانا اهوت بالادلال بتاع الاستاذ ربنا يديله طول العمر يا رب الحاج عبد الحميد سلامه، كان هو مقدم في ان هو كان في تصديق من 2008 ان هي مركزي به، طلع بقرار وزاري الاول عايزين محل الدمنه دلوقتي. تمام. كانت المدينه بالظبط. تمام. وبعد كده اتحولت لمركز. اتحولت هي لا بص اقول لك عشان اكون في الصوره، هي أيوة. هي مركز قبل ما تكون مدينه، ما ينفعش انا اصدق على مدينه قبل ما يكون هي في الجهه الامنيه بتاعتها. كانت قريه الاول بالظبط. كان ايوه كانت قريه الاول، كانت قريه وبعد كده جه اللي هو النقطه، ومن النقطه بقت مركز، ومن مركز بقت مدينه في 2008. كانت تقريبا في المركز ده في سنه 1997 تصديق من السيد وزير الداخليه. ما حصلش اي تطورات في اللحظه دي في الفتره دي؟ التطور اللي انا شفته قدام عينيا بامر الواقع. تمام. ان انا شفت ان انا التطور بتاعي ان انا صرح عمراني بسم الله ما شاء الله صور على 5 افدنة مستشفى. تمام. من جوه يعني بصراحه انا ما مش يعني في صور موجوده مع فريق الاخراج، انا بصراحه انا زعلان. انا اول ما حطيت في دماغي الموضوع دوت وجيت اشوف الموضوع دوت، يا جماعه الساده المسؤولين الناس اللي هي موجوده، ما في حد الناس تركه الموضوع دوت، يعني الاجل بعيد. هي المستشفى موجوده وقد تكون مش موجوده. بالظبط. لان ما فيهاش معدات تجهيز طبيه، ما فيهاش. والله يا باشا هي كان موجود فيها الاول، يعني كان فيها قسم عمليات من الكلام ده من ناس دكاتره كانت مسؤوله في المستشفى، كان فيها عمليات خاصه، كان فيها اشعه، كان فيها جميع العنابر كانت موجوده، جميع المرافق، يعني جميع القوام اللي كان موجود في المستشفى المركزي. انت كنت بتقول معانا الحاج عبد الحميد. الحاج عبد الحميد سلامة ده، هو ده بصراحة ده الراجل اللي بغوري على بلده. وشوف رغم كبر سنه عنده 75 سنة، بس أنا بشيد براجل دوت. طيب معانا الحاج عبد الحميد من أهالي قرية محل الدمنة. ألو. ألو. أيوة مع سيادتك. أهلا بحضرتك. أهلا. أهلا بيك. حضرتك سعيت إن تكون المركز محل الدمنة. هي مركز دلوقتي. تمام. حضرتك شايف ان هي تستحق؟ نعم تستحق. شايفها ان هي تستحق؟ طبعا. تستحق. ازاي ما تستحقش؟ طيب شايف ايه الحاجات اللي مش موجوده في محل الدمنه؟ حاجات كتير. زي ايه؟ زي مثلا الشهر العقاري. تمام. تيجي تدور سيادتك الشبكه وحشه. مظبوط. شبكات الاتصال. شبكه. تمام. يعني في بعض من الحاجات كده المفروض كانت تبقى موجوده اساسا. ايوه. زي ايه تاني طيب؟ انا بقول لسيادتك اهو. هو اهم حاجه عندنا حاليا دلوقتي اللي تخدم الغني قبل الفقير المستشفى. كلام سليم رقم واحد يا عم الحاج. تمام. احنا دلوقتي بنكلمك واحد. من تليفون ارضي مش بنكلمك من محمول. ما انا بكلمك من تليفون ارضي، انت بتكلموني من محمول. لان مفيش شبكه في البلد. الشبكه وحشه قوي في البلد. بالظبط. صفر. تمام. ايه تاني الحاجات اللي البلد محتاجاها؟ محتاجه حاجات كتير. الادارات المختلفه زي اداره تعليميه واداره زراعيه واداره الشباب والرياضه ووحده مطافي ووحده اسعاف. انا مش شايف
بصراحه حاجه المحل قدامنا غير ان انا شايف على الورق مركز ومدينه. انا بصراحه بناشد الساده المسؤولين يعني التخطيط والاداره بتاعتكم صورت ان هي مركز ومدينه بناء على ايه؟ انا عايز في الامر الواقع ان انا اشوف قدام عينيا مستشفى صرح عمران على مساحه 5 افدنه اهوت وموجود في الورق. عايزين بس نشكر الحاج عبد الحميد. لا ما هو الحاج عبد الحميد هو اللي كان جاري في الورق بتاع المستشفى، هو اللي تعب ان هو يسعى ان هو يعمل. انا عايز الورق بتاعه يتعرض قدام الكل دلوقتي قدام الساده، بيبقى يا ريت الورق ينزل بعد اذنكم. تمام اتفضل. يعني موجود اهوت المساحه كلها، الكليه بتاعتها تتراوح ما بين 15 ل 17 متر مربع، يعني انت فهماني 15. مفيش مستشفيات خالص في البلد؟ لا يا باشا، ده هي كانت مستشفى مركزي بقى الوقت، عارفه وصل القانون ده في 2008. انت كنت الاول ثواني، انت من شويه قلت ان المستشفى دي كان فيها اجهزه وكان فيها بالظبط. راحوا فين؟ في حد من الجهات اللي هي المختصه بوزاره الصحه جه وصل للمستشفى قال لك لا ده دي ما تنفعش. على ايه؟ على نجوع وعزب. يا باشا هي مش نجوع وعزب، ده حوالين منها 80 في كره طبعا. يا باشا طبعا اكيد. أيوة احنا طبعًا. 80,000 نسمه على مستوى على قوة نتراوح ما بين 80,000 نسمة. أقرب مستشفى ليكوا إيه؟ المنصورة طبعًا، بقول لك نبعد لها مسافة بالظبط ما بين 14 ل 15 كيلو. مستشفى تكرنس تحتنا يعني برضو ما بين 13 ل 12 كيلو. يعني إحنا بنتكلم الوقت بنناشد السادة المسؤولين يا جماعة الخير، أنا شاب وأنا أمنية حياتي. أنا أعرف ناس كتير من المحل قدامنا أغنياء، أقسم بالله أغنياء، وهم في طريقهم ان هم رايحين عشان يتعالجوا في المستشفى، اقسم بالله ماتوا في الطريق. ليه؟ ماتوا في الطريق ليه؟ يعني المسافه بعيده، حرام ابقى عندي مكان زي دوت خمسه فدادين بما يقارب. تمام. والمبني منهم ما يجيبش فدان، يعني انا شايف بالامر الواقع ما يجيبش فدان، وفي صور بالكلام ده والوزاره اتصورت والمحافظ جزار وما في حد، يعني انت بيزوروا واللي بيجي يشوف. يعني انا بصراحه انا مستعجب يا جماعه، احنا بنناشد وبنخاطر، يعني احنا في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها ديت. تمام. لازم نهتم بحاجه. مفيش طوارئ في البلد خالص؟ لا مفيش طوارئ يا باشا. اقول لك على حاجه، انا واحد من الناس اما بروح ابقى تعبان وانا رايح الوقت عشان اكشف المستشفى، في المستشفى دي مفيش فيها الا 2 دكاتره بشر. معانا الصور على الهواء دوت ال ده السؤال للحاج عبد الحميد، مشكور ربنا يديله طول العمر. يعني ده مش دوره، المفروض ده دور الشباب، بس راجل بيسعى من اجل المصلحه العامه للبلد. تمام. مش للمصلحه الشخصيه. الراجل يعني بامانه ناشد ووصل للمجلس الوزراء ووصل للسيره وزيره الصحه ووصل لها وطلب في طلب رسمي وموجود، هو الورق موجود اول ورقه عندك اهي يا باشا. تمام. بتنص بقول لك مقدمه لسيادتكم من اهالي مركز ومدينه محل الدمنه لقهليه والبلاد المجاوره عنها الحاج عبد الحميد سلامه قوات مسلحه بالمعاش مكون في مدينه محل الدمنه ده، هل هي شارع حديقه الشهداء؟ الرجاء من سيادتكم، ده الموضوع اللي بيتكلم فيه، التصديق على تحويل طب اسره محل الدمنه الذي صدر لها قرار رقم 5515 لسنه 2008 الى مركز ب في مركز ومدينه محل الدمنه الاهليه وزيارة سيادتكم لا، حيث ان سيادتكم ستنبهر. لماذا؟ لماذا؟ ايوه فعلا على المساحه اللي احنا شايفينها، لماذا ان هي ليه طب اسره؟ انا عايز افهم المسافه، المساحه ديت تعمل صرح طبي محترم. طيب. ليه احنا سايبينها معلش في الكلمه يعني في صور لها، يا ريت بس يعرضوا في فريق الاخراج ممكن. طيب الصور اللي انا شايفها اقسم بالله كانت اول زياره ليا ان انا اشوفها، انا بندم يعني بصراحه وبزعل ان أيوة احنا ما بنقفش. ايوه كبيره قوي. حرام يا جماعه الخير، انا عايز الناس ولو مش هتتعمل يعني الساده المسؤولين لو مش هيهتموا بالموضوع، انا اتمنى رجال الاعمال يساهموا بالجهود الذاتيه العمل يعني تخصصات اقسام ننهض بها. يعني اقول ايه؟ احنا عملنا مسجد ابو رفاعي، عملنا مسجد سيدي علي الدب بالجهود الذاتيه. احنا يا جماعه ما نقفش ضد، احنا دي المصلحه العامه. انا يوم ما حصل لي حاجه او اخويا او ابن عمي او ابن اهل بلدي، انا ليه اجري بيه اعاني في تكرنس واعاني بيه في المنصوره وانا عندي صرح صح على مساحه كبيره؟ ليه ما استغلوش؟ انا في الواقع الوقت شايف قدام مني مساحه، ليه هي الوقت شفت قدام منك يا باشا؟ هل ده يعني دي يعقل من العقل ان يبقى مستشفى بالوضع ده؟ انا بصراحه اللي انا شايفه موجود فيها اهوت، يعني المبنى اللي هو بتاع فيها وحده مدرسه التمريض، فيها عندك الدور اللي هو اللي الارض اللي هو موجود في الرعايه، عندك المبنى الاداري ده دور ارضي رعايه بالظبط، رعايه ده الرعايه دور ارضي. يا باشا انت عندك 2 دكتور بشري، 2 دكتور بشري جميع التخصصات، خريج حديث ازاي يا باشا انت يعني معلش في الكلمه، انت بتخاطر من اللي قدام منك. يعني انا هل اجيب مثلا معلش في الكلمه اجيب دكتور خريج
يقف يتعلم في ناس، ولا اجيب دكتور مثلا تخصصه يعالج ده في التخصص بتاعه. انا مريض مثلا، ولو ياكل مثلا ربنا ما يكتب على حد مثلا باي مرض خبيث، يبقى لازم موجود دكتور بالتخصص ده، موجود في الجراحه دكتور، موجود في ده الاسنان فيها 17 دكتور يا فندم، تمام 17 ل 18 دكتور، والصيدلي الصيدلي برضه نفس القصه. يعني ازاي دول 17 و18 دكتور او 19، وانا شايف قدام مني اللي في اللي هو الطبيب البشري موجود اثنين؟ ده الكلام ده قبل البصمه كان في 17 ل 18 دكتور، قبل البصمه، قبل نظام البصمه. لما تطبق البصمه بعد موجود دلوقتي اثنين دكاتره وحديث حديث تخرج. هل يعني من معقل الكلام؟ انا بصراحه في امر في الواقع اللي انا عايشه دوت، انا بصراحه يعني اسف وزعلان ان انا كنت بتكلم مثلا. احنا محتاجين بس المكالمه بتاعت الدكتور سمير. شويه الدكتور سمير صبري على دماغي ده. تمام، اتفضل كمل. انا بصراحه والله يعني طب انا ايه تاني شايف ان البلد؟ انت قلت حاجات كتير جدا بتنقص البلد، ايه تاني غير المستشفى؟ بص يا باشا، غير المستشفى اللي انا شايفه من معقل الكلام عندك يا باشا دلوقتي، انا بطالب يعني يبقى وجود فيه وحده مطافي. تمام، عشان ما اجيش استغيث بمطافي، يجي لي مطافي من اخر الدنيا، يكون اللي قدام مني يا اما قضي الامر عليه يا اما رحمه الله بقى. فاحنا نتكلم يا باشا من معقل الكلام. انا الوقت مركز ومدينه، خدمات المركز والمدينه فين؟ اي مسؤول او اي مين هو اللي مشال الموضوع دوت؟ يعني انت ازاي انت موافق ان انت يعني معلش في الكلمه مصرح ان هي مركز ومدينه ومفيش فيها اي خدمات؟ دكتور سمير، دكتور سمير اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذه سارة. اهلا بحضرتك، ايه رايك في كلام المهندس؟ والله البرنامج والقناه الصحه والجمال من القنوات الممتازه كثيره الرؤيه، وبرنامج حضرتك برنامج ناجح. شكرا وربنا لحضرتك، ربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا لحضرتك. دلوقتي الله يبارك فيك. دلوقتي المهندس مسعد كان بيتكلم عن ان ما فيش مستشفى في قريه في مركز محل الدمنه. بالنسبه انا بشكر حضراتكم الاول، اولا في قناه الصحه والجمال. تمام. على مناقشه مشاكل مدينتنا محل الدمنه الاهليه. تمام. وبشكر الشاب المهندس المحترم مسعد جلال على سعيه ونشاطه المستمر من اجل الصالح العام لمدينه محل الدمنه. ده واجب عليا دكتور، عن اعماله الجليل. ده واجب عليا، ونحن ككبار سن واصحاب خبره في الحياه نقف مع الشباب بالنصح والارشاد. تمام. ونساعدهم على حمل الرايه وتحمل المسؤوليه. تمام. طيب انا باختصار شديد جدا لحضرتك. ايوه. في عجاله مدينه محل الدمنه مدينه تاريخيه وعريقه. تمام. فتصدت للحمله الصليبيه الخامسه عام 1218 ميلادي، وكانت مركز في عام 1826 في عهد محمد علي باشا. تمام. وكانت تابعة لها 105 بلدة تمتد من جنوب المنصورة إلى بحيرة المنزلة شمالا. تمام. وعادت مدينة ومركز محل الدمنة عام 2008 على يد المرحوم النائب فايز درويش رحمة الله عليه، ولواء الوزير محمد عبد السلام محجوب درويش ابن محل الدمنة. تمام. من قناتكم الموقرة وبرنامج نص كلمة الشهير والناجح، نناشد السيد الوزير محافظ الدقهلي بتفعيل واستكمال إجراءات مركز محل الدمن ومدينة محل الدمن من خلال الإدارات الحكومية المختلفة. فلا يوجد عندنا إلا إدارتين، إدارة للصحة وإدارة للأوقاف، ناقص التعليم والشباب والزراعة والتضامن وخلافه. بالضبط. أما بالنسبة للمستشفى حضرتك، حديث الأهالي النهاردة كل يوم في كل منزل في كل بيت، صحيح أن الدولة والحكومة الرشيدة بدأت بتطبيق التأمين الصحي الشامل في كل أنحاء القطر المصري، وهو نظام مطبق في الدول المتقدمة. إلا أننا نرجو من السيد وزير السيد الوزير محافظ الدقهلية والسيد وكيل وزارة الصحة كرجاء خاص انتداب اطباء في اختصاصات مختلفه ولو يومين في الاسبوع لمستشفى محل الدمن، حيث ان مساحتها تقريبا 5 ابدنه ولا يوجد اطباء ولا مباني غير مبنى قديم. يعني حضرتك تستحق ان هي كمان تبقى مدينه.
باشا. هي مدينة. هي مدينة على الورق يا فندم. انا بقول لك ايوه ماشي، هي مدينة على الورق. على الورقة، على الورقة فقط. اسمحي لي حضرتك ان انا اتكلم كمان في اعادة النظر في المخطط العمراني لمدينة محل الدمنة، لان مدينة محل الدمنة تعد اصغر مدينة في جمهورية مصر العربية. يا دكتور سمير، حيث ان مساحتها تبلغ 1 كيلومتر مربع، طولها 1 متر، في عرض 1 متر. يا دكتور سمير، الامتداد العمراني اللي الامتداد العمراني اللي حضرتك بتتكلم فيه، من يوم ما هي بقت مركز ومدينه من 2008 وهي مدينه، لحد الان العام الحالي اللي احنا ماشيين فيه اللي هو الجاري 2020، لا يوجد بقى قرار اللي هو الامتداد العمراني، اللي هو بمعنى اصح باختصار عندنا زي ما بيقولوها كردون المباني. انا ليه انت الوقت انت بتخلي الناس تروح تتسع في الريف؟ طب ما انا الوقت انا احدد لهم اكردون مباني ينص من مسافة كذا بالمحيط كذا بالمسافة اللي هي قدام عينيا اللي أنا أحدد بها، سواء في المنطقة الشمالية للبلد أو للمنطقة الجنوبية أو للشرق أو للغرب. ما هو ده يا فندم، عشان خاطر أنت دلوقتي أنت مدينة ومفيش فيك عندك أي حاجة من اللي هي موجودة عند المدن. كلام حضرتك صحيح يا باشمهندس، إحنا مالناش كمان ظهير صحراوي، يعني أنا مش زي جمصة عندي صحراء في ظهري أو في شمالي أو جنوبي، مفيش. أو في الامتداد العمراني عندنا طبعا البلد مكتظة بالسكان، ما يقرب من 180 ألف نسمة، سوري 80 ألف نسمة. 80 ألف نسمة، وبالرغم من ذلك الخدمات قليلة. عندنا كمان رفع القمامة من الشوارع بنطالب بها ما تترفعش. حقيقة فعلا، حقيقة في ظل الظروف اللي احنا فيها دكتور سمير، في ظل الظروف اللي احنا فيها لازم برضو ديت يكون لها وقفة، ولازم ديت برضو السادة المسؤولين تتحرك في الجهة دي ضروري. معلش في الكلمة، مع احترامي لحضرتك، يعني الشارع المصري انا ببقى حزين، حزين جدا لما يبقى موجود صندوق الكمامه، صندوق الكمامه بيبقى موجود بيدخلوا الكمامه بتاعته بتفضل بالاربع ايام وبالاسبوع. انا بعيد حضرتك يا باشمهندس موسى. طب ليه بقى انا المشكله الرئيسيه عندنا كمان في محل الدمنه هي الملعب. الملعب منذ ان اشتراه المرحوم الاستاذ سيد امين وحيش من السبعينات، اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات، وهو زي ما هو الارض صغيره جدا وكانت تابعه للزراعه، وسعى فيها بعض الاخوه المحترمين زي الاستاذ محمد صلاح والاستاذ وهدان الباز، جاروا وسعهم ان هم يشيلوها من الحيازه الزراعيه جزاهم الله خير. احنا عاوزين المساحه تكبر، وبنطالب السيد المحافظ بانشاء مباني وصالات واستكمال كورنيش المدينه وفتح مكتب التجنيد، مكتب تجنيد في مكتب تجنيد وتعبئه في مدينه محل الدمن، والشقه موجوده ومغلقه ملك لوزاره الدفاع. كلام سليم. واهم نقطه النهارده الجزارات اللي عندنا في مدينه محل الدمن بتلجا لمجزر ديكيرنس او مجزر المنصوره، هو بعيد وطبعا الرسوم فيه عاليه بتتعدى ال 500 جنيه. حقيقة. بتتعدى ال 500 جنيه، فاحنا عايزين بس ايه، بنطالب الاداره الطب البيطري بمدينه محل الدمنه ان هم لما يجي الجزار يذبح الذبيحه او لا مؤاخذه البهيمه يروحوا يقفوا الطبيب البيطري يشوفها صالحه ولا غير صالحه، ويحط الكتم بتاعه وياخد اجر رمزي لحين تدبير مجزر الي. كلام سليم. رصف الطريق اللي امام مساكن الزهور، دي منطقه حيويه بالظبط مكتظه بالسكان. ايوه بمنطقه الساحل دي احنا بنطالب بها وحده اطفاء، ما فيش وحده اطفاء في محل الدمن. لا 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 طبعا ما فيش. تجديد محطه السكه الحديد ودكتور وشبكات المحمول، يعني عندك احنا بنعاني كبلد كتله سكانيه. الله يبارك فيك. كتله سكانيه احنا يعني شوف الكثافه بتاعتنا، تعداد السكان، بنعاني معاناه يعني بنعاني معاناه جامده جدا من موضوع الشبكه. طب يعني انتوا سواء شايفين ان مفيش اي تطورات في اللحظه دي يا باشا؟ احنا عرضنا على الناس المختصه في الكلام اللي هو بتاع ايا كان من ده، والناس كلها ساعات وكل راجل محترم ساعه في هذه أيوة الاتجاهات دي. ايوه انا بتكلم مفيش اي تطورات حصلت في الفتره يا باشا. التطور فين يا باشا؟ مفيش تطورات. لو في تطور احنا نطلع نعاني. انا اكيد في تطور، اكيد حصل في حاجه ما خدتش اللقب كده. السؤال دي طبعا. اخر تطورات حدثت عندنا في عهد النائب نائب الشعب بتاعنا فايز درويش رحمه الله عليه، هو اللي عمل الكبرى، هو اللي عمل كل المشاريع في مدينه محل الدمن. هذا الرجل رحمه الله عليه. تمام. ومن يومها الى الان ما فيش اي شيء اتعمل، لان ما عادش عندنا نائب، ما فيش نائب بالظبط، احنا ما عندناش نائب. ايوه من 2010 ما عندناش نائب، 10 سنين ما عندناش نائب. صح.
فالنائب نائب الشعب بيسعى للتطوير، بيسعى لإنجاز المشروعات، لكن هذا الرجل بعد وفاته وبعد مساعدة ما ننساش السيد الوزير محمد عبد السلام محجوب أعطاه الله الصحة. طب الصحة والعافية يا رب. والعافية، كان له دور كبير جدا في مشاريع محل الدمنة والموافقة عليه. تمام. يا دكتور سمير، احنا برضو بنتكلم برضو عشان خاطر الجماعه اللي كانوا بيتكلموا بيقولوا احنا هنجيب لكم شبكات محمول في البلد والحكايه والروايه، انا بتكلم على الملأ اهوت وفي العلن. انا بقول يا جماعه الخير، اي حد يقدر يتواصل مع اي شركه من شبكات المحمول يجي هنا نلتمس به العذر ونتقبل الرساله بتاعته، وموجود عندنا الاراضي موجوده والاماكن موجوده. واللي بيقول ان اهالي محل الدم انا منع الكلام ده، الكلام ده مش ما يعقلش من واحد معلش في الكلمه بيغير على بلد. لا لا لا، حضرتك كلام حضرتك صح يا باشمهندس مسعد، يعني انا باكد على كلام حضرتك، الاماكن موجوده وفي احنا مرحبين، احنا كمحل الدمنه مرحبين بجميع المرافق بجميع بجميع يعني ايا كان هي الشبكه او ايا كان الادارات او ايا كان هي ايه التجنيد موجود لها مكان. برضه بنتكلم في احنا عايزين الملعب بتاع محل الدمنه احنا كشباب، احنا انا بقى قوي. عشان احنا شباب قوي. انا اتمنى محل الدمنه تبقى درجه، تنزل درجه ثالثه او تبقى موجوده درجه رابعه. انا اتمنى نشارك، انا بطلع من عندنا نجوم كوره موجودين بس بتدفنوا ليه؟ فيها لعيبه كتير ليه؟ أنا نفسي الشباب بتاعنا بقى لما يطلع يفيد انديه ثانيه، سواء انديه شركات او انديه جماهيريه في مكان ثاني، انا اتمنى ان هي تفيد بلدها، تنفع البلد اللي هو طالع منها، اللي هو منبع اللي هو طالع منه، اللي هو يعني موطنه الاصلي اللي هي محل الدمنه. اتمنى اشوف محل الدمنه منها العالم ومنها الدكتور ومنها المهندس ومنها الرجل الناجح ومنها الرجل المبتكر، اتمنى اشوف فيها الحاجه الحلوه، شيء يشرفني وشيء يفرحني ان انا اشوف محل الدمنه. الله يبارك فيك، اشوف فيها الشباب اللي هو حضرتك يبقى يكون ونعم مثال، ونعم الناس ونعم الشباب، يكون مثال للشباب وقدوه لهم. واحنا وراك كبار بالنصح والارشاد والنصيحه، وسام على صدري والله دكتور، وسام على صدري الخبره لحضرتك في حياتنا، والبركه في الشباب، البركه في الشباب طبعا، ربنا يحملوا الرايه طبعا ويترشحوا لمجلس الشعب طبعا. الشباب اللي يترشح، احنا عايزين شباب يترشح طبعا في مجلس الشعب. ايوه خلاص طبعا. احنا دورنا انتهى ككبار للسن، خلاص مزبوط. ناس عدت ال 60 او دخلنا في ال 60 موضوعنا انتهى. ايوه احنا نكون لكم خبره بس يا باشمهندس مسعد، وربنا يبارك فيكم يا رب. يا رب اللهم امين يا رب. يا رب يا رب. شكرا دكتور سمير، سعيد جدا والله بيك ومداخلتك الجميله انت والحاج عبد الحميد، يعني من الناس في امانه اللي حابه المصلحه العامه للبلد مش مصلحه شخصيه، وانا بقولها على الملأ اقسم بالله انا اتمنى اشوف الناس كلها تتمنى ان هي تخدم المكان اللي هو موطنك اللي انت منبع منه طالع منه. يعني انا والله 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 ما يلزمني من الموضوع ده، عشان الناس اللي بتتكلم تقول لك انا باصص الانتخابات، اولا انا طالب بدرس في كليه هندسه تمام، لا يلزمني ان انا افكر في مجلس ولا يلزمني ان انا افكر في انتخابات ولا ارشح نفسي. انا اتمنى ان الشباب كلها تتكاتف بخبره الناس الكبيره أكيد. اللي حابه المصلحه للبلد، تكون البلد تكون مناره تمام. انا نفسي اشوف محل الدمنه ديت يعني من البلاد اللي تتذكر في مصر، ان هي سواء في الصناعه في الحرفيين، تعالى يا باشا نتكلم في الكوره، نتكلم في الطب، في هندسه، عايز يطلع منها الناس اللي هي النبغه. ليه انا دافن عليهم بان انا بقول يا لحد دلوقتي، انا اقسم بالله انا رحت المستشفى الدكتور يقابلني يقول لي انت يا باش مهندس انت راجل مهندس، عيب ما تقول يعني مستشفى هي مركز طب اسره. ازاي يا باشا انت مركز أيوة. طب اسره؟ يقول لي يا باشا هي مركز طب اسره مش مستشفى. طب هل ده يعقل الكلام دوت؟ يعني من مستشفى نزل لها قرار من 2008 ان هي مركز ومدينه، وان هي تبقى مستشفى تكاملي به زي كيرنس دي. كيرنس هي دلوقتي وصل لجميع المرافق كلها، هي كيرنس كانت مش كانت قريه تابعة للمحافظه الاهليه زي محل الدمنه. أيوة. هي ليه الوقت كيرنس بقت دلوقتي بسم الله ما شاء الله مركز ومدينه بقى جميع الخدمات؟ يعني بالنيابات موجود، يعني انا عايز افهم، وفيها وحده مرور، ليه محل الدمنه اكنها مش موجوده على الخريطه؟ يا باشا انت طبقت لي مركز ومدينه، عايز اشوفه فعلا بعد اذن حضرتك. اي واحد من الجهات المختصه المسؤول، انا والله لو كان في حد من البلد يعني موجود في جهه يعني حكوميه او ايا كان منصبه اعلى كان جري وسعى في الموضوع ده. انا اتمنى ان هي بروح الشباب وبروح الناس اللي حابه ان هي يعني تخدم بلدها، اتمنى اشوف محل الدمنه مناره لكل شيء، زي في العلم والمعرفه، وان انا اشوف محل الدمنه معلش في الكلمه انا تعبت
اجري بدل ما اروح المستشفى بتاع المنصوره معلش يعني يحصل لي اي وعك او انا بستغيث هجري على الكنس ولا المنصوره ولا لا انا عندي في بلدي خمس فدادين اهوت يا جماعه يا جماعه اقسم بالله مستشفى زي محل الدمنة ما هي موجوده في مساحتها في بلاد تانية معمول فيها مستشفى مركز ومدينه وقايمه بدور الخدمي كامل المرافق كلها كامله في اشمعنى محل الدمنة انا عايز افهم انتوا ليه لاغين محل الدمنة ان هي تبقى مدينه انا مش عايز يبقى في محل اللي يقول لي محل الدمنة فيها اعداء نجاح انا ما شفتش محل الدمنة اعداء نجاح الناس كلها حابه المصلحه العامه للبلد اللي يقول الكلام ده انا ما شفتش الكلام ده اهل محل الدمنة كلهم ناس خير وبركه وطيبين واقسم بالله يعني الغريب عندنا اقسم بالله بالشال على الراس يعني عيب ان احنا نقول محل الدمنة اللي واقف ضد لا ما فيش الكلام ده محل الدمنة كلها متكاتفه لاجل اصلاح المصلحه العامه للبلد ومن خلال حضرتك استاذه ساره انا بتمنى من حضرتك يعني احنا بنناشد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه بالظبط يا ربي طلبكم ان شاء الله انا اتمنى من ذلك واتمنى يا رب ان انا اشوفها صرح عالمي ده شيء يشرفني وشيء يسعدني انما الناس اللي بتبص لها من جانب تاني انا لا 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 انا بقول ان محل الدمنة يعني والله والله ما هنخسر حاجه يا جماعه الخير لو اتكاتفنا وكلنا وصلنا للجهات المسؤوله وقربنا المشكله ديت ان هي تتحل يا جماعه الخير والله ما في مشكله وما لها حل صح والله ما في مشكله وما لها حل مشكله ولا حل صح الانسان لو اهتم بالمشكله هيوضع لها حل ومش هيوضع لها حل سلبي هيوضع لها حل ايجابي تمام بالعقل والمعرفه واللي احنا درسناه وفهمناه ده طول عمرنا اهوت عشان خاطر نوصل ناخد البكالوريوس او ناخد شهاده بنجاهد انا بداتها من الصفر عشان الناس ما تفكرش ان انا اقسم بالله انا بادئ من مجال نتكلم بقى في حاجه ايوه نتكلم بقى في الموضوع ده شاب مكافح بتحب بلدك وبتحب شغلك اكيد طبعا بص البني ادم محب شغله مش هينجح بالظبط وعشان اقول لك على حاجه يعني انا كمسعد والله بناشد الشباب اللي من سني لا تعتمد على ان يبقى ليك مثلا مع احترام لحضرتك تقول للبابا او لماما ساعد نفسك بنفسك ابني نفسك عقليا ابني نفسك اقتصاديا ابني نفسك على المستوى اللي هو انت بدات ازاي شغلك والله في البدايه عشان اكون صريح معاكي انا من ثانيه ابتدائي من ثانيه ابتدائي وانا طيب. والدي رئيس حركه بالسكه الحديد دايما كان رافض ان انا اشتغل ويعني يقول لي دايما ركز في تعليمك لذلك انا دايما كنت اقول له حاجة مع احترام لك انا حابب ان انا ايه يعني اتعامل مع الناس احتك في السوق يعني اشوف الناس في الشارع معلش في الكلمه البني ادم المتربى على علم شيء والبني ادم المتربى في الشارع المصري شيء ثاني لان انت في الشارع بتشوف حاجات انت ما شفتهاش في الواقع اللي انت في المدرسه صح. فلازم احنا نعاصر الشارع المصري ونشوف انت بتعامل مع الحلو مع الوحش مع المحترم مع امام المسجد مع كده نتكلم على شغلك تمام طيب انت قلت ان انت صاحب شركه تمام نتكلم على الشركه مجال انا شغال في مجال الالومنيوم من بقول لك انا حابب المجال ده انا داخله على حب تمام من ثانيه ابتدائي وفي عز مكان يعني في محل ده ما انا فيها ورشه او اتنين تقريبا انا كنت يعني في سني الثانيه ابتدائي وكنت بحاول ان انا يعني ايه من خلفيه واحده ومن نظره واحده كنت اوفر اي احنا معانا صور لشغلك تمام هذا الورشه بتاعت اللي هي كانت في التوريال الجديده في على شارع الرئيس الامام محمد عبده تمام وبرضو احنا والله المطابخ لما حد يعمل مطبخ انواع كتير اكيد طبعا ايه انواعه الانواع اللي موجوده حاليا في سوق العمل اللي احنا شغالين عليه ايوه في بيبدا من اول حاجه هو كله الومنيوم يعني اللي هيشتغل بمجال الومنيوم انا بتكلم عن مجال الومنيوم وانا حابب مجال الومنيوم تمام مع احترام لاي حد بيتكلم له وجهه نظر مختلفه بص اقول لك على حاجه مع الباشا كلها وجهات نظر وانت عندك وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر بس انا ارجح واللي انا شايفه الحاجه اللي هي معلش في الكلمه ضد النار هي ايه يعني ضد النار ان هي تولع وسهل ان يعني الخشب ده عندي سهل جدا اقول لك على حاجه مثال بسيط تمام عند اي حد لو عنده مطبخ خشب بيعاني منه من ايه من مفصله مفصلات المطبخ تعالى حاجه بسيطه مفصله المطبخ مش شايله الضرفه تمام ربط المسمار تعالى فك المسمار وغير مفصله وروح حط مسمار مفصله ثانيه واربط المسمار اكيد مش هربط ليه لان هو الخشب بوش مكان المسمار بتاعه خلاص يعني ليه الفريم في بتاعه برضو اتسع لا في ثواني في برضو بيبقى فيه الخشب المضغوط ده بيقول لك بقى تتغير الضلفه ايوه حاجه محترمه ده بص لا بس بيغير الضلفه كلها يعني لا برضو المسمار لو دخل ما يعرفش لو حصل حاجه ما يعرفش ان هي ترجع تاني يعني كل حاجه وليها دي اقصد ان هي برضو مجال الالومنيوم كل حاجه لها ميزه ولها عيوب طبعا الخشب له ميزه ولها عيوب الالومنيوم له ميزه ولها عيوب وكلها وجهات نظر يعني تتفق حد عايز يعمل مطبخ دلوقتي تنصحه يعمل بايه انا انصحه انا كمسعد انا اتمنى اللي احسن حاجه احسن حاجه يا باشا تشتغل بالجلادنج يعني جلادنج حاجه محترمه مع ان جلادنج اول ما حد يعني
خدشه كده او يعني يتعلم فيه؟ بصي مش كله بقى، لان في شركات، ومعلش برضه الكلادنج بيتعمل باليافطات بتاعت المحلات. بالظبط. هل انت شفتي وانت معديه شفت يافطه بتتجرح؟ او بتتجرح؟ لا صعب ان انا اقول لك ده يبقى الخام ده اصلا، الخام ده مش مظبوط. بتتجرح وكمان لا وبيدخل لجوه، يعني سهل ان هو. لا يا باشا، في السمكه بتاعته الاستاذه المحترمه، السمكه بتاعته عالية. مختلفه يعني، السمكه بتاعته عاليه. في انت ممكن اجيب سمكه مثلا 2 من 10، تمام. في عندي ان انا ممكن اجيب بالظبط 7 من 10، في ان انا ممكن اجيب مثلا 4 مللي، في ان انا اجيب 5 مللي، تمام. فبالتحديد هي بترجع لايه؟ للتخانه الخام اللي انت عايزه تجيبيها. انت معايا؟ أيوة. انا ممكن، انا معلش في الكلمه يعني، في ممكن اقول لك اعمل لك اللي انت عايزه، انت ممكن تيجي تتفق معايا في مطبخ النهارده اقول لك حاضر اعمل لك انت. بيبقى على حسب الفلوس. طب ايوه فهمت. طب انا اركز في كده ولا اركز في حاجه؟ اللي انا بلا ما برن على موسى اقول له ده الوضع 1 2 3 يا باشمهندس خلاص يا باشا، لا انا انساه. يعني اللي عايز يرخص يرخص وانت تعمل اللي نفسه. بس اقول لك على حاجه، انا اتمنى ان ما حدش يشتغل بمبدا الرخص والمبدا الحاجه اللي هي الايه؟ الضئيله في السعر. انا اتمنى ان اشوف الكل بيركز في الحاجه للعمر، ان انا ما اجيش بعد كده، انا بيجي لهم بعد عمر افتراض انا ممكن اسافر يحصل لي ايا كان، ما اجيش ان انا اطلب فني يجي يعمل لي شغل، اطلبش ان يقول له تعالى عدل لي المطبخ، تعالى تعالى تعالى، لا انا عايز الحاجه تتعمل من اول جوله تنساه. ده الانسان اللي بدور ان بيشتري عقله وبيشتري دماغه وبيشتري الحاجه يعني اقول لك على حاجه، انت بترمي فلوس ما بترماش في الارض، صح. انت بترميها في حاجه صح. لو انا عايز اريح نفسي واريح يعني اريح اللي حوالين مني، انما الناس اللي هي بتتعب نفسها وتشتغل يعني بمنتجات، انا اولا السوق بصراحه في من ده ومن ده يعني، وكل واحد وضميره، اللي براعي ربنا طبعا هينجح. طبعا. ما بتراعيش ربنا ما انتش هتشوف. اقول لك على حاجه، لو انت عملت ايه مع احترامي لحضرتك، هي اهم حاجه السيره بتاعتك لو وصلت بصوره حلوه، واهم حاجه السيره بفعل مش سيره من غير فعل. ايوه صح. عشان برضه نبقى عايشين في الواقع. بقالك قد ايه في المجال؟ كتير طبعا. انت قلت من تانية ابتدائي ويعني ولسه شغال يعني، عارف توفق أنا مهندس واخد مع انا واخد كليتي وانا شغال فاتح ورشه الومنيوم في بلدي وفاتح هيدروليك جديد، كنت فاتح معرض في البلد برضو مطابخ، فلذلك وكنت بشيل شغل تبع الجيش في الكيان العسكري، وكنت بشيل في مدينتي وفي الحي العاشر، وبشيل شغل حكومي انا بس الفكره، ومعايا بطاقه ضريبيه وسجل مرخص وماشي رسمي. انا واقول لك على حاجه، انا طالب بس بامن على نفسي لهدف واحد، معلش في الكلمه، انا راجل وقت ما اكون ماشي باوراق رسميه يجيني ايا كان، هو ايا كان المسؤول ما يجيش يقدر هو يوقع عليا عقوبه الا في حاله لو انا خالفت القوانين واللوائح اللي هو ايه؟ نصص لي عليها في النص اللي هو موجوده في البند اللي هو العقود اللي بتبقى موجوده سواء في الضرايب في الغرفه التجاريه، سواء عندك في اللهم صل على النبي اللي هي بتاعت اللي هي الصحة والسلامة، وعندك اللي هو الأمن الصناعي والكلام من ده كله، لازم الكلام ده أبقى ماشي بالسليم عشان خاطر محدش يجي يجرحني. أكيد طبعا. أنت راجل بتشتري نفسك بورق. أنا يا باشا أقول لك على حاجة، أنا يعني أنا مش جايب عملت شوية ورق أم بس فادوني في إن أنا حموني بقى ظهر صلب، عكس ما إن أنا يجي واحد يقول لك الضرايب ماشي أم راح شدد الباب وجاري. لا، أنت خليك راكب على نفسك، أنت شايف بما يرضي الله عايز تنهض ببلدك، ابدأ بنفسك. استنى لاخر الحلقه استنى لاخر الحلقه. انا والله كنت سعيد ان انا انا فخوره بجد بيك، بس قبل بعيد عن اي حاجه، انا بتمنى ان الرساله بتاعتنا كاهل محل الدمنه توصل للساده المسؤولين ان شاء الله ويهتموا بينا. اقسم بالله هتوصل. احنا بنعاني ان شاء الله هتوصل. والله انا بروح القاهره برجع بلدي بحزن، انا بدرس في القاهره هنا انا برجع هنا بلدي بحزن والله. شاب مكافح يا رب، بجد فخورين بيك ان شاء الله. وان شاء الله يعني بنشكر طبعا الحاج عبد الحميد والدكتور سمير، ناس محترمه وافاضل على دماغنا والله، يعني ابهاتنا وقدوه لنا كلنا والله. يعني نتمنى حلقه البرنامج، استنونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج نص كلمه. السلام عليكم.